مقادير طاجن ورق عنب بالبرغل على الشاشة. طريقة عمل طاجن الورق العنب بالبرغل كالآتي: ورق عنب، جايبة برطمان ماشي، مخزناه ماشي، جاهز عندك ماشي، ومعانا برغل. البرغل ده بيتجاب يتغسل مرة اتنين تلاتة وبعدين يتصفى ويبقى معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. معانا بقدونس، معانا طماطم، عصير ليمون، زيت زيتون، كل المقادير دي هيجمعهم طاجن واحد اسمه طاجن ورق العنب بالبرغل. نعم عينيا بيقول لي فين صوص الجبنه اللي العسكالوب؟ شفت الشيف المخرج مركز ازاي؟ ان انا اعمل اي نوع من انواع الجبن صلصات والاولاد بيحبوها، سواء مع بطاطس مقليه، سواء مع عسكالوب فراخ، سواء مع عسكالوب زي ده احط له صوص جبنه، اي نوع جبنه انت حباه، ياخد زبده ياخد حليب مع علاقة دقيق اللي هو الوايت صوص. يعني هتجيبي بشاميل خفيف وتحط عليه نوع الجبنه اللي انت حباه، اصبح عندك صوص الجبنه بشياكه. هتحطيها على اللحمه، تحطيها على الفراخ، تحطيها على البيتزا، تحطيها على البطاطس. طاسه سخنه بنحط فيها زيت زيتون، عايز اعمل شويه ورق عنب حلوين مع زيت الزيتون ده يا عم الشيف، مكعب من الزبده، زي الفل، ناعمه حلو. هناخد بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، على كل ده ما يستوي مع بعضه اكون فرمت الورق العنب بالسكينه. شفت الجو ده كده؟ اه. توابل الطاجن ده عباره عن ملح، فلفل، بهار حلو. ايه هو البهار الحلو ده يا عم الشيف؟ دي الكوبيبه الصيني، البرغل بيحبها، ورق العنب بيحبها. الدلاله على كده بنستخدمها في التبوله او في الفتوش. ورق العنب ده جاي نضيف ما فيهوش عروق، باخده كده كله مع بعضه، اعمله كده واجي بالسكينه. الله، والفرمه دي اهو. وفرت عليك وقت كبير تقف في المطبخ تعملي ورق عنب. بصلايه بتستوي على النار، واخد دول كمان. على فكره ممكن تعمليه سلطه عادي، يتسلق تفرميه كده، تحط له عصير ليمون، تحط له طماطم، تحط له بقدونس، زيت زيتون، شويه بهارات من البهار الحلو، ملح، وتزينها بالرمان عادي. هناخد ورق العنب ده يا عم الشيف بعد التقطيعه الحلوه دي، يلا بينا ننزل هنا. اهو ده احلى ورق عنب، نقلبه على النار ونشوف الدنيا رايحه على فين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عمر، اه، مخرجنا، اقول للساده المشاهدين انت بتسال سؤال ايه؟ ما السؤال ده، دي مشكلة كبيرة أوي، أنا ما اتسألتش السؤال ده على مر السنين الخبرة بتاعتي. هكلمك الصراحة يعني، مخرجنا بيقول لي البنجر ممكن نحشيه؟ أنا عايز حد من السادة المشاهدين اللي بيتابعوني دلوقتي يقول لي أنت مع إن البنجر يتحشي ولا يتعمل سلطة أفضل؟ أنت مع إن البنجر يتحشي ولا يتعمل بوريه أو يتعمل متبل؟ ده البنجر، شفنا البنجر بيتعمل إزاي؟ يتعمل سلطة، يتعمل بوريه زي البطاطس، يتعمل متبل مع الطحينه والبقدونس ايا كان، ولا يتحشي؟ نفتح التليفونات يا عم شفيق بعد اذنك حبيبي، انا عايز جو كده، عايز الجو ده على فكره بيخلينا اشتغل، تجديد الروح. قولوا لي البرجر مع ان البرجر يتحشي زي البطاطس زي الكوسه، ولا يتعمل متبل او يتعمل سلطه المعتاد عليها، تتعمل مع زيت زيتون وتاخد معلقه سكر وتتقدم، ولا يتعمل بوريه؟ وممكن يتعمل عصير مع جزر يعالج الانيميا، له فوائد كتيره البرجر على فكره. ولكن يتحشي دي على مر السنين والخبره بتاعتي تعدي ال 35 سنه تقريبا ما تسالتش السؤال ده.
نقلب البرغل ده كده. مش السؤال ده معناته انا بستهزئ بيه يا شفيق، خلي بالك، بالعكس والله السؤال عاجبني، انا لازم ابحث الموضوع وافحصه كويس. ازاي ممكن احشي البنجر؟ ايه المشكله يعني؟ اه برغل، الله، ورق عنب، شفت الطاجن ده جميل؟ اه والشوربه بتغلي عندي استوت كمان. ورق عنب، شفت الحلاوه دي كده؟ الله، اهو ومعانا كمان برغل. طبعا انتوا عارفين البرغل ما بياخدش وقت كبير في السوى، يعني ممكن بيتنع وبيتحط على التبوله. معانا ورق عنب مسلوق، الطبق ده جاهز اهوت زي الفل. الله، لازم تعمليه النهارده لاولادك، الاكلات دي سريعه قيمتها الغذائيه عاليه جدا. مامتك، حماتك، اكله سريعه المضغ للسنان، الاطفال الحلوين اللي بيعترضوا على شكل ورق العنب، بنزين الطبق ده بالرمان. حلقتنا النهارده تفاصيلها بين ايديكي، مفاتيح مطبخك والسعاده الزوجيه بين ايديكي، في جيبك، مش هتجيبيها من عند الجيران. خش المطبخ، شويه حب، وجود الرمان على ورق العنب مع البرغل دلاله على الحب ودلاله على الاهتمام. عملنا شوربه المنسترين الخضار بشوربه اللحمه، عملنا سكالوب بانيه بيتكلم مصري مع ان هو من المطبخ الطلياني. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.